لا يوجد موقع داخل جراج خطوط نقل الأتوبيس السوبر جيت إلا ويتم تعقيمه وتطهيره. مهمة إنسانية قبل أن تكون عملية. يقوم العاملون في المنظومة بتأديتها من حيث التعقيم والتطهير ووضع ملصقات التحذير ومتابعة الإجراءات قبل وأثناء وبعد رحلة المواطن. العربية بتخش من الجراج بتتفتش كويس وبتنضف وبعد كده تتعقم وبعد كده السواق بتقيس الحرارة. بعد ما بيقيس الحرارة بنتأكد إن هو سليم، بيخش العربية تتنضف ونفس اللي بيحصل في أثناء الدخول بيحصل في نفس الخروج. بيدخل الأتوبيس بيتم إجراءات التفتيش الفني بتاعه وبينتهي من مراجعته ومراجعة الصيانة. بعد كده بيدخل غسيل داخلي وخارجي للأتوبيس. الأتوبيس طبعا مزود بحمام داخلي، لازم طبعا هو كمان يتطهر ويتعقم. الأتوبيس بالكامل بيتعقم من الداخل، أي أجزاء ملامسة للراكب أو ملامسة للسائق وكذلك لازم تتعقم، الشنط، المخادع، الطرق، الكراسي. وبعد ما يتم تعقيمه بيطلع رحلته. ويعتبر جراج السوبر جيت بالسلام نقطة مركزية لغسيل الأتوبيس بالكامل وصيانة دورات المياه الخاصة به وتطهيرها وتعقيم أماكن الحقائب وصيانة دوائر الفيديو الخاصة بالإرشادات وإبلاغ السائقين بما هو جديد في الإجراءات الاحترازية. مبدئياً أي مكان بيتعامل معه الراكب داخل صالون السيارة بيتم تعقيمه، بداية من باب السيارة مروراً بالكراسي، مقابض الكراسي، الهويات، المخادع بتاعت البتاع، الأرضيات، الهويات من فوق. معنا فلاشة وعليها موضوع فيروس كورونا المستجد، بيعمل عملية توعية للناس للركاب عشان يعملوا احتياطاتهم الواجبة أثناء الرحلة. وتمتلك وزارة النقل أسطولا مكون من 220 أتوبيس لخدمة أكثر من 11 مليون مواطن سنويا وسط معايير دولية في السلامة المهنية والإجراءات الاحترازية. ما بين المرحلة الأولى لانتشار فيروس كورونا ودخولنا للمرحلة الثانية، يقف أتوبيس السوبر جيت داعما لراكبيه من خلال إجراءات احترازية هي الأكبر في تاريخه، ليكمل مع وسائل النقل الأخرى دوره في خدمة المواطن والحفاظ عليه. أحمد بكير للتلفزيون المصري.